السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفة جديدة. غدا نحضر معكم واحد العجينة ديال البيتزا، كتجي رائعة وسهلة بدون فرن غير في المقلة. تبعوا الفيديو حتى الاخر وتشوفوا جميع الاسرار ديالها، وتوجد معكم دغيا، ما تاخدش الوقت كتير، وندوزوا لطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، غدا نحتاج كاس ديال الفينو الدقيق الناعم، مهم اي كاس عبرتو به، انا عبرت بهذا الكاس، مهم القياس اللي بغيتي ديرو، غير هي الكاس اللي عبرتو به سواء يكون كبير اما صغير يعني غتعبروا به المقادير كاملين. مهم انا درت هنايا كاس ديال الفينو، معلقه كبيره ديال الخميره، ومعلقه ديال سنيده سكر حبيبات، وكاس كبير ديال الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ، وكاس كبير ديال الماء، الماء عادي ما يكون سخون، الا درتو الماء عادي من الروبيني، الا درتو الماء سخون على الفينو غادي يطلق لكم داك الخيوطة. صافي، وغادا نطحنو مزيان. المهم انا نطحنو هذا بالميكسور، ممكن ديروه في خلاط كهربائي. صافي غنطحنو مزيان ونرجع معكم. صافي من بعد ما طحنت الخليط غدا نزيد عليه هنايا عندي معلقه كبيره ديال الزعتر، صافي هكا نحكها ما بين يديا، والملحه على حسب الذوق، على حسب الكاس اللي عبرتو به سواء صغير ولا كبير، المهم ديروا على حسب الذوق. صافي، وغادا نزيد هنايا ربع كاس ديال زيت العود، يعني انا راه نفس الكاس اللي عبرت به. وبالنسبه للدقيق، انا هنايا عبرت زيت الكيسان ديال الدقيق، مهم العجينه تكون كتلصق غير واحد شويه، ما تكونش خفيفه بزاف غادا تعذبكم. المهم انا غادا ندير القياس وفي الاخر نقول لكم شحال هزات معايا. صافي، هنا غادي نعجنها في العجينه، ممكن تعجنوها غير بيديكم لحقاش غادي غير نخلطوها، ما كتحتاجش هي العجينه بزاف. صافي، انا درت الطحين، غادي صافي من بعد ما تخلط لي الخليط، هانتوما كيفاش كتجي، ماشي مطلوقه، المهم كتلصق غير واحد شويه في اليد، الا كانت مطلوقه بزاف كتعذبنا فاش كنجيو نسرحوها. هكايا يعني تحصلوا على هاد العجينه هكا، يعني انا القياس الكاس اللي درت احتاجت معايا 3.5 كيسان ديال الدقيق، المهم نتوما على حساب الكاس اللي غادي نتعبروا به. صافي، هنايا غادي ندير ليها شويه ديال الزيت، ندهنها، نغطيها مزيان ونخليها حتى تضاعف الحجم ديالها. صافي، نخليها حتى تضاعف الحجم ديالها ونرجع معكم. من بعد العجينه ما ضاعت ليا الحجم ديالها، هانتوما هي خمرات. صافي، غنخرج منها داك الهواء. هانتوما العجينه كيفاش كتكون، هي مطلوقه شويه وفي نفس الوقت ما مطلوقاش بزاف، ما غاديش تعذبنا. نقسم العجينه واحد 3 كرات، ناخذ واحد شويه ديال الفينو، ممكن ديروا الفورس ولكن الفينو كيجي مقرمش، الفينو احسن.
صافي غنشكلها بحال هكا. صافي غادي نطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق، جي يجيوني ساهلين من بغيت نطلقهم غير 5 دقائق. من بعد ما خليت هكا الكره ترتاح ليا صافي دابا غادي نطلقها. وين بغيتي ديريهم؟ انا غندير حجم صغير وحجم متوسط. هانتوما الفقاعات يعني العجينه راه ناجحه معنا ديال البيتزا. صافي غادي نطلق هاد العجينه هكايا، هاد الكره هادي، وتكون رقوها لحقاش راه فيها الخميره. نزيد شويه ديال باش ما تلصقش لينا. صافي غنطلقها ونرجع معاكم. من بعد ما طلقت العجينه هانتوما هما، شوف السمك ديالها ضروري نهزها بحال ما هكا باش ما نقطع العجينه ما تجمعش ليا. نتوما دابا ملي كنهزها هكا تنتاكد بانها راه ما لاصقاش، الا ما هزيتوهاش هكايا وقطعتو فاش كنقطعو كتجمع علينا العجينه كتولي عندكم دائره صغيره. يعني هاد الطريقه بحال ما هكا صافي. دابا واخا نقطع القياس اللي قطعت غيبقى ليا. صافي غناخذها، وانتم خذوا اي حاجه واي قياس بغيتو ديروه كبير ولا صغير. المهم انا نقطع بهذا السيركل هذا. طريقة صافي. وهادشي اللي كيشيط ليا كندير ليه هكا بهاد الطريقة باش كيجيني كنعاود نطلقو كيجيني ساهل هكا بهاد الطريقة هادا، ونخليه يرتاح. صافي غناخد الشوكات وندير ليهم هكا بهاد الطريقة. المهم إلا كانت عندكم نتوما هاديك السميتة ديال البيتزا ديرو بيها. صافي هكا أنا بغيتهم يكونو متوسطين لحقاش كل واحد أشنو كيبغي، كاين اللي كيبغيها بالطور، كاين اللي كيبغيها بالكفتة. صافي يعني ندير ليها بهاد القياس هذا. ممكن الا بغيتو، المهم انا غنستمر هكا حتى نكمل هاد الكميه وغندير ميني بيتزا. ممكن الا بغيتو ديرو كويرات صغار وتقرصوهم عاديين حتى هما ممكن هكا. المهم الطريقه هذه كتجي حسن يعني سهله. صافي غنستمر هكا حتى نكمل. هذه الكره الثالثه، جوج كرات درتهم هذوك المتوسطين وهذو غنديرهم ميني بيتزا. المهم نفس الطريقه يعني هذه العمليه ضروري ديروها، تشوفوا العجينه واش الا كانت شاده. المهم تدير لها هكايا هي كتاخذ صافي كتولي اي عبار قطعتي تيبقى لك. صافي المهم ان ناخذ هذه القطعه هذه وغادي نقطع. بغيتو ديرهم كبار بغيتو ديرهم صغار من هذا الشيء هذا القياس هذا. كناخذ شوكات هنا كنثقبها بحال هذا الشكل هذا. المهم غنستمر بحال هكا حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي. صافي من بعد ما كملت الكميه اللي عندي ميني بيتزا وديك المتوسطه، صافي دابا غندوز نطيبهم. درت المقله سخنات، المقله ثقيله وسميتو خليتها سخنات مزيان، ودرت العافيه تكون متوسطه، العافيه تكون متوسطه. صافي وما نخليوهاش تحمر لينا من الجناب، غير كتنشف لينا شويه العجينه كنقلبوها. صافي دابا نقلبوا العجينه هكايا
باش ما تحمرش لينا. صافي غير كتنشف لينا العجينه وكنحيدوها. صافي غير كتنشف العجينه كنحيدوها. ما وصلش 5 دقائق كنبقاو كل مره كنقلبوا فيها. نعاود معكم وحده اخرى نتوما كنحطها هكا. صافي غير كتشد راسها كنقلبها للجهه الاخرى باش ما كتحمرش ليا. العافيه تكون متوسطه. وبالنسبه لهاد الطحين هذا اللي كيطيح لينا كنمسحو المقله هكايا باش ما كيتحرقش لينا. صافي عاوتاني ونبداو نديرو نفس الطريقه الطياب. صافي نبدا نقلب حتى هي غير كتنشف لينا وكنحيدوه نفس الطياب. والعافية تكون متوسطة. صافي دابا نبدا نحيدها انت ما نشفات. من بعد ما كملت الطياب هانتوما يعني كنفرش ليهم هكا شي منديل، ما كنديرش وحده فوق وحده باش ما يعرقوش. العرقو كيغطي علينا. صافي وكنحطهم. بالنسبه لهاد الصغيورين هكا درت ليهم هكايا فوق شي منديل. هانتوما كيفاش كيجيو طايبين، يعني غير كينشفو كنحيدهم. هانتوما كيفاش كيجيو كيجيو فتيان طريين. هانتوما كيفاش كتجي هاد العجين ديال البيتزا، كتجي رائعة وسهلة. هانتوما ما كتهرس لينا لا حتى شي حاجة حتى الصغار. هانتوما كتجي فتية بزاف. بالنسبة لداك القياس اللي درت عطاني 8 هاد المتوسطين وميني بيتزا 26. صافي غادي نديرهم هكايا في البلاستيك ونحتفظ بهم في هكا في المجمد. ولا بغيتو هكايا يبقاو لكم في الثلاجه راه يبقاو لكم واحد السيمانه في الثلاجه. صافي هكايا من بغيهم كنجبدوهم كنديروا لهم الحشوه ديالهم. هانتوما الى عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساونيش من البارطاج واللايك. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.